هلا خلونا ننتقل لتحضير الكيكه. كيكه الرمان صحيه كثير، وخلونا نشوف المقادير مع بعض. نحن بحاجه ل 2 بيض، بيض بيضه، ملعقه صغيره فانيليا، 6 معالق كبيره زبده قليله الدسم، كوب الا ربع سكر فاكهه، كوب الا ربع لبن خالي الدسم، ملعقتين صغيره بشر ليمون، ملعقه صغيره بيكنج باودر، كوب دقيق قمحه كامله، كوب ونص دقيق ابيض، ربع ملعقه صغيره ملح، وكوب حبوب الرمان. لكن اول شيء رح نبتدي فيه مثل العاده هو نحط البيض، بياض البيض مع بيضتين مع الفانيليا، نخلطهم شوي ومنرجع منزيد عليهم السكر، وكمان نرجع نخلطهم بمضرب البيض الى ان السكر يدوب. لكن رح حط السكر، طبعا عم بستعمل سكر فواكه، كوب الا ربع سكر فواكه بيغنينا من انه نحط كميه اكبر من السكر اللي هو السكر الابيض العادي، لانه طعم سكر الفواكه بيكون مسكر اكثر، فنحن بحاجه منه لكميات قليله، هيك بنكون عم نوفر الوحدات الحراريه، وعم نستعمل سكر طبيعي، سكر فواكه بتلاقوه بأي سوبر ماركت مكتوب عليه سكر فاكهة. رح نرجع نحط المكونات السائلة، رح نحط ليمون كمان، ورح نحط الزبدة، ما هي الزبدة كان لازم تكون سايحة، عادة لما الزبدة ما تكون سايحة منحطها بالاول وبنضربها بالخلاط، مش مشكلة رح اضربها هلا، ولما تكون سايحة منحطها على طول بعد اللبن مثل ما انا عملت. رح نضرب الزبدة شوي بالمضرب البيض قبل ما نرجع نحط الدقيق والبيكنج باودر ورشة الملح. لكن هيك الزبدة ساحت، بضل عندي الدقيق اللي عم بستعمله، مثل ما صرت تعودتوا علي دايما بخلط الدقيق اللي هو دقيق ابيض مع الدقيق اللي هو قمحة كاملة لنستفيد من فوائده الكتيرة، وطبعا البيكنج باودر حتى نخلي الكيك ينفخ، ورشة ملح يعني ربع ملعقة ملح، وبنرجع بنعملهم شوي بمضرب البيض إلى أن يصير في عنا عجينة مش عجينة يعني، بصير في عنا مزيج.
بعد ما نكون حطينا كل المكونات راح اخلطهم شوي مع بعض ونزيد الرمان بالاخر. بس خلينا ننظف شوي الطوارف حتى نتاكد انه كل دقيق انخلط. وهلا صار فينا نزيد الرمان كمان نخلطهم بالمعلقه، ما بقى في لزوم لمضرب البيض. وهيك بصير الخليط صار جاهز مثل ما شايفين. قد ما فيكم استفيدوا من وجود الرمان هلا بما انه موسم الرمان، استفيدوا من وجوده واستعملوه ان كان بالسلطه مثل ما انا استعملته بحلقات سابقه، ان كان بالكيك مثل ما هلا عم بستعمله، حتى نكون عم نستفيد من فوائده الكثيره، من المضادات الاكسده اللي موجوده فيه اللي بتحمي من امراض القلب، بتحمي من تصلب الشرايين، بتزود المناعه وبتحمي من امراض السرطان. الرمان كمان مفيد جدا للبشره، ومثل ما قلت بالاول مفيد كثير للقلب ليكون عندنا صحه قلب منيحه، مليان فيتامينات، فيتامين سي للبشرة وللمناعة، فيتامين ألف لحتى يكون عندنا نظر منيح كويس، وكمان كتير مفيد للبشرة يكون عندنا بشرة حلوة. لكن هلا اللي رح أعمله بقلب القالب اللي حطيت فيه أصلا الزيت حتى ما يلزق، رح نغرف خليط الكيك انا حبيت اعمله بقالب مستطيل، فيكن انتو تحطوه بالقالب المتوفر عندكن ما في اي مشكلة. نوزع مظبوط، وطبعا الفرن محميينه من قبل بوقت على درجة حرارة 180 لحتى نحط الكيك لمدة 25 دقيقة. وأنا طبعا محضرة كيك الرمان من قبل بوقت بالبيت حتى تشوف كيف بده يطلع شكله بالآخر. بنصحكم تعملوه عندكم لأنه كيك طعمه كتير حلو وبنفس الوقت كتير صحي. يعني كيك ممكن تحضروه لأطفالكم، لأولادكم، تعطون ياهن على الحضانة، على المدرسة كسناك، أحسن ما تكونوا عم تشتروا لهم الكيك أو الكرواسانات أو المخبوزات كلها من السوق، لأنه كل المخبوزات لما نكون عم نشتريها بالسوق بتكون معمولة بزيوت منا صحية، خاصة زيت لما تقروا على الغلاف زيت النخيل المهدرج، هذا نوع من انواع الزيوت عفوا اللي منا صحيه ابدا ومصاب